اولاد حارة واحدة عم تتخانقوا مع بعض، اللي بيرفع ايده على اولاد حارتهم نكسر له اياها. كتبت المشاكل بحارة القصب. يعني شقة عمري كلياته راح بسبب هذا الواطي صبري اللي حرق لي الدكانة. انا خايف انه مصر يكون له اياها. واصل البلا بلش ينعرف. عليك حامد لحول ابو سعيد. صياح امور حامد لك. عطر الشام يوميا 7 المساء على الـ LBCI والـ LDC.